أنا جزء مريض السرطان كانسر بالعظم. صار بي المرض من 2019، حتى لازم هسه أني أمي البيتسكان اللي تأخذ الألية ب700 ألف، هاي لازم كل شهر وتحاليل وما عداها يطلع بالمليون ونص. قربت المدرسة، أني لازم أروح هناك، ما أقدر أشوف يعني صديقاتي يشوفني أعرج، أستحي. جيت أتأمل إنه أصير دكتور أسنان بس ما قدرت بسبب رجلي. أنا أطالب منهم، من الناس الخيرة، تجمع لي مبلغ على مدة سافر بيه للهند، على مدة سوي بيه عظم رجلي. السلام عليكم، أنا غزل. طبعا أشكر قناة التغيير وأشكر أستاذ مازن، لأنه بفضلهم تروا يوصلون صوتي وقدرت أجمع جزء بسيط من المبلغ. طبعا أشكركم لأنه قدرتوا تجمعوا لي نص يعني المبلغ. فأنا المبلغ كلي هو 18 مليون، وهسه أنا حاليا جامعة 9 ملايين فقط، وأتمنى منكم أنه تكملوا لي المبلغ على مدى سافر للهند، لأن الوقت كلش قاعد يداهمني. فأتمنى منكم تجمعوا لي المبلغ، هسه أنا قاعدة أتأمل أنه المبلغ ينجمع. طبعا كلنا امل بمشاهدينا ومتابعين لوكيشن وقناه التغيير بانه يتم مساعده هذه الطفله. رقم الهاتف اسفل الشاشه اذا ترغبون في مساعدتها باسرع وقت. احنا بدنا نحاول انه ينجمع هذا المبلغ، يمكن ما بقى مبلغ ضخم، 9 مليون سهل اذا كنا تعاوننا وقدرنا نسفر هذه الطفله غزل الى الهند، وان شاء الله ترجع بصحتها ويكون هو جزء بسيط نقدمه لمشاهدينا ومناشداتنا.